سلام المسيح يا شعب الرب. سعانين مباركة. هللويا هللويا هللويا. اليوم أنا وأنت محتفلين بدخول الملك. فعليا أو جغرافيا دخل إلى أورشليم، لكن خلينا نحتفل دخوله إلى حياتنا، إلى بيوتنا، إلى أولادنا. أمين؟ هللويا. كانوا يهتفون أوصنا، وكأنه أوصنا دخول الملك، ودي يهتفون أوصنا أوصنا، وكأنه دي يرحبون بدخول الملك، دي يرحبون بدخول الملك. ونزعوا هدومهم ودي يفرشوها على الأرض، ودي يدخل رب المجد يسوع المسيح، ودي يهتفون أوصنا أوصنا أوصنا. بس خلينا نكون من الشعب اللي نبقى نهتف أوصنا أوصنا أوصنا، ما نكون من شعب اللي نفسهم هتفوا أوصنا وبنفسهم هتفوا أصلبه أصلبه. خلينا نكون من الشعب إنه نهتف مرحب بيك يا سيد بدخولك بحياتي، مرحب بيك بدخولك ببيتي، مرحب بيك بدخولك أنت إلى كنيسي، إلى كل تفصيلة بحياتي. هللويا. خلينا نوقف ونرحب بدخول الملك ونقول مبارك الآتي باسم الرب، مبارك الآتي باسم الرب. تعال يا ربنا ونصليها وامتلك عرش قلبي اللي انت سلمت حياتي وسلمت، وانت امتلكت وقعدت على عرش قلبي وعرش حياتي، صرت انت السيد وانت الملك. انا اتوجك اعبدك بالروح وبالحق، انت مستحق. اوصلنا اوصلنا اوصلنا. هللويا.